مع ذلك نسمع كل يوم عن أخ كال حق أخوه اليتيم، عن عم كال حق ولاد أخواته أو ولاد أخوه اليتيم. يمكن من فترة كان حد بيحكي لي عن طفل صغير وحيد باباه ومامته، وكان غني جدا ومعهم فلوس كتير جدا، والولد بيتعلم تعليم كويس قوي في مدارس يمكن كمان لغات، وحصل حادث لباباه ومامته وتوفوا، وكان الوصي عليه هو عمه. وطبعا عمه تظاهر بالحنان وبالرحمة وبالحب، وقد ايه هو كمان بيحبه يمكن اكتر من اولاده، لحد ما خلص اجراءات الورق وخد الميراث، وساعتها رمى الولد في الشارع، وكان مصيره انه بيمسح دلوقتي عربيات في الشارع. رمى لحمه ودمه، طفل صغير ما يعرفش اي حاجة عن الدنيا، خد فلوسه عشان خاطر يتمتع بيها في الدنيا. طب يوم لما تقابل وجه رب كريم هتقول له عملت ايه في اموال اليتيم؟ خلونا